دكتور، كيف تحافظ على كليتك؟ السؤال ده سؤال مهم جدا للناس، يعني الشعب بتاعنا. احنا عندنا مشكله جامده قوي على فكره. احنا عندنا تقريبا نسبه الفشل الكلوي 400 في المليون او اكتر من كده، ودي تعتبر اكتر من اي حته في الدنيا. النتيجه اساسا جزء منها تبع الحكومه والقصص دي والمصانع اللي بتنزل حاجات. طبعا الحاجات دي مش دوكيومنتد، يعني مش مثبته قوي، بس احنا عندنا جزء كبير من الفشل الكلوي اللي ليس معروف سببه يوصل 30% من المرضى، وده نسبة كبيرة جدا. في أمريكا مثلا 5%. بمعنى تاني هو له سبب بس احنا مش عارفينه، مش الضغط ولا السكر ولا حاجة. في طريقتين للحفاظ على الكلى. لو واحد أساسا ما عندوش أي مرض، والجزء الأولاني الناس اللي عندهم أمراض، لأن جزء كبير من الفشل الكلوي سببه الأساسي حاجتين أساسيتين: مرض البول السكري اللي هو بيقولوا عليه السكر، ومرض الضغط. الاثنين دول لابد، وللأسف الشديد بعض من زمايلنا الدكاترة الصغيرين انه بيشوف عيان سكر بقاله 15-20 سنة وما عملوش تحليل كلى. طبعا الحاجات دي في اولها سهلة اكتشافها، لكن اول ما المرضين دول يبتدوا كفاءة الكلى تقل من 100% مثلا 50 ولا 40، هيبقى دور حتى دكتور الكلى دور ضعيف جدا. فبالنسبة لدول المسج الاساسية او الرسالة الاساسية لهم لازم يعمل تحاليل متابعة للكلى، وده حاجة مهمة جدا، كل 3-6 شهور كل سنة حسب المريض وحسب الدكتور. على فكرة أنا ليا مقولة يمكن هتبقى شكلها بايخ أوي، بس أنا بديها للطلبة حتى: مرض الفشل الكلوي في وجهة نظري هو أوحش مرض في الدنيا. ربنا يحفظكم جميعا. بس في نقطة مهمة بعد الشر علينا، مرض الكانسر اللي هو السرطان، مرض يعني يعيش بعد الشر يموت، لكن مشكلة مرض الفشل الكلوي عين مش هيموت. عندنا ناس بيغسلوا 30-45 سنة بالكفاءة بتاعتنا، ولا تتصور مقدار المعاناة الذي يعانيها الشخص. فأي حاجة مطلوبة دلوقتي لا تقارن باللي بعد كده يحصل. ده الجزء الأساسي من الفشل الكلوي نتيجة للمرض. وعلى فكرة ده النقطة الأساسي إن احنا نوجه أي مريض، المسج اللي عايز أوصلها، الرسالة اللي عايز أوصلها للناس كلها، إن أي مريض عنده سكر ولا ضغط لو ما عملش تحليل كل أتليست 3 شهور، كل 3 شهور يبقى هو بيضحي بنفسه، لأن نسبة حدوث المرض في الدواء مرض السكر الثنائي اللي هو أغلب الناس يزيد عن 40%، ونسبة اللي بيغسلوا منهم من 5% تقريبا. الجزء الثاني بقى المريض اللي مش مريض، اللي عادي. هقول لك كذا حاجة: نمرة واحد ما تاخدش أدوية مسكنات إلا في أضيق الحدود. البلد الوحيدة في العالم اللي بيشتري المضاد الحيوي من الصيدلية ومن السوبر ماركت، مفيش حاجة في الدنيا كده. ما تاخدش مسكنات، ولازم تشرب سوائل كتير جدا. اغلب البنات ما يحبوش يشربوا عشان المشكلة الازلية، مفيش دورة مية فما بيشربوش، فالنتيجة عندنا امراض معينة بيساعدوا ان الكلى ما تترعش. لو دخلت عمليات ولا اي حاجة من دول لازم تبقى محتاط للقصة دي. لو جاء فترة الصيام ولا حاجة لازم تبقى متابع انك انت بتشرب سوائل كتير بطريقة معينة. بالنسبة للاكل، النقطة التانية الملح. مشكلة الشعب المصري انه بيحب الملح. الملح انا ما يهمنيش لو اكلت خروف في اليوم، لكن تاكل ملح ولو قليل، دي نقطة. يعني لغاية دلوقتي اللي اختصر مفيد في كل القصة دي، مريض الكلى، مش المريض الكلى، مريض السكر والضغط اللي هما يمثلوا حوالي 50-75% من مرضى الفشل الكلوي في كل العالم من ضمن مصر، اهم حاجة المتابعة، متابعة مع الدكتور ومع نفسه زي ما يكون. الجزء الثاني اللي هو مش مريض، هما حاجتين أساسيين عشان يبقى كلامنا محدد: السوائل وقلة الملح. طبعا البروتينات والحاجة احنا وضعنا الاقتصادي، يعني مفيش حد بياكل لحمة كل يوم زي زمان، فدي مش حاجة. أعتقد تقريبا ده الملخص عشان مطولش عليك يا ميرنا، وفرصة سعيدة جدا، متشكرين للمخرج العظيم، ونشوفكم على خير. شكرا جدا لحضرتك.